توصل لي الفريق الاول ان شاء الله على مهله خالص. جاي محمد اشرف من الطرف الشمال عشان يلعب الضربه الركنيه، ومن المناطق الدفاعيه بيزيد محمد مغربي وحمدي ياسر قلبي الدفاع عشان يلعبوا بدماغهم. ادي الاثنين اللي بتكلم عليهم، والضربه الركنيه موجوده تتلعب على ايمن قريب، انما يشيلها المره دي محمد ميدو، يستقبلها فخري ويرجعها تاني ليه محمد اشرف، بيعدل على شماله يلفها. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا ولد يا ولد، خماسيه اهلاويه الهدف اللي بيسجله محمد اشرف عشان يكافئ نفسه النهارده بعد المجهود الكبير اللي عمله. بيعمل واحده من الزاويه البعيده هناك من اخر الدنيا يعلقها للحارس علي عادل. 5-0 للنادي الاهلي عن طريق المره دي بقى محمد اشرف الباك الشمال، عملها حلو قوي. ادي لعبه فخري اللي سندها، وقلت بيعدل على شماله محمد اشرف، عاملها في المرمى قاصد على فكره. واحد يقول لك هو كان بيشيل عرضيه، لا الراجل عاملها في المرمى، حب كده يشيلها من تحت العارضه، انما هدف خامس للنادي الاهلي.